فطلعنا أنا وياه بمكان، يعني صارت بيني وبينه علاقة جنسية. أنا ما أقدر يعني شو أقول لهم، يعني إنه أنا هسه مو عذراء، أنا مو بنية، شلون يعني يصير؟ راح نبدأ بالقصة الأولى من بغداد. القصة بها نوع من الحساسية بعض الشيء، علاقة حب بين شابة وشخص تقدم لخطبتها، وفعلا تم هاي الخطوبة، ومن ثم يعني عقد قران. خلال لقاءاتهم لعدة مرات صار بينهم هاي العلاقة الجنسية، ثم حصلت مشاكل بين عائلة الشاب وعائلة البنت، فتم إجبارها من قبل أهلها على الانفصال. المشكلة البنية صارت محرجة ولا تستطيع إخبار أهلها بالموضوع، علما أن هناك أشخاص يتقدمون لخطبتها لكن ترفض. طبعا هي رفضت أنه تظهر بشكلها لحساسية الموضوع وباعتباره موضوع شخصي جدا، ولكن حبينا نسلط الضوء على هذه القصة وهي موجودة ربما في مجتمعنا وحتى في بعض المجتمعات العربية والمسلمة. خلونا نشوف هذه السيدة شلون تكلمت إلى كاميرتنا. احكي قصتي، القصة اللي أنا أشوفها ما إلها حل. كنت أحب شخص وهذا الشخص هم يحبني، وعلاقة بيناتنا علاقة قوية. تقدم للولد وعقدنا بحكم إنه أنا زوجته، فطلعنا أنا وياه بمكان، يعني صارت بيني وبينه علاقة جنسية. فبهالأثناء يعني إنه بحكم أني زوجته، يعني صارت مشاكل بين أهلي وبين أهله. فالمشكلة من حلت، حاولنا إنه يعني نلم الموضوع شي، بس أهلي يعني كانوا راضين إنه أني أتزوج الولد، يعني خلوا براسهم خلاص أنا ما أصير له. والولد أيضا هم ماتينا، يعني شلون بعد ما يقدر يسوي شي، فانفصلنا طلقنا أنا وياه. الولد راح يعني خطب واتزوج يعني هسه حاليا. فأنا ظليت، قاموا يجيبون يعني جون علي ناس يتقدموا لي أو في شي، أنا ما أقدر يعني شو أقول لهم، يعني إنه أنا هسه مو عذراء، أنا مو بنية، شلون يعني يصير؟ فقمت أخاف حتى إنه أنا أصلا إنه أقول لأهلي أو أقول لأمي أو شي. ف يعني بهالأثناء يعني الموضوع ما أقدر شنو أسوي، ما أقدر، فما أقدر أحكي لأمي يعني إنه هذا الموضوع مرفوض أكيد. إحنا بمجتمع عراقي إنه البنية هيجي يصير وياها، ما أقدر أتزوج أي واحد يتقدم لي، ما أقدر أتزوجه. فرجعت قلت خليني أكتب هاي القصة يعني على الفيس، فكتبتها كتبتها وشفت إنه أكو هواي بنات نفس قصتي. يعني قلت يعني من كتبتها ردت حل، أريد أشوف حل. أكو بنات إنه يعني أهلهم سمحوا لهم بهالموضوع إنه تزوجوا، بس انا اشوف هذا مو حل، او زوجة مرة ثانية، بس انا اشوف هذا مو حل الي. يعني انا شخصيا ما اتقبل، لان اخاف انه انا اتزوج شخص ثاني ويرجع يفضحني او يروح يقول لاهلي، وصل مشكلة انه يعني مشكلة كلش كبيرة، يعني انه انا كنت بوحدة اصير باثنين. فما لقيت حل الموضوع، انا ما رحت كتبت قصتي وحكيتها وهيك، يعني ردت حل لنفسي شنو اسوي، شلون اتقبل نفسي اساسا اني. يعني أنا من مشيت ورا إنه مو بس عاطفة، إنه هو كان زوجي، يعني بالشهرين الثانية إنه إحنا حنتزوج يعني ويتم موضوعنا، بس ما صار إنه بيناتنا زواج.